الشارع المصري في أن يحارب الإرهاب. الأمر الآخر، من هو المقصود بالإرهابيين أساسا؟ هل هو يقصد هؤلاء الذين يتظاهرون في ربع العدوية وفي في ميدان نهضة مصر وفي الميادين الكثيرة التي تطالب بعودة الشرعية، أم يقصد بهم من؟ هو ده التساؤل اللي هو كان لازم يجيب عليه ويقول لنا أين بؤر الإرهاب الذي يرغب في مكافحتها، حتى يعني يكون هناك مصداقية في الحديث. لكن الغرض الأساسي هو فض هذه التظاهرات السلمية في ربع العدوية وفي ميدان نهضة مصر وفي الميادين. هو الفكرة أنه استشعر أن هناك زيادة كبيرة وهائلة في المؤيدين لعودة الشرعية والمؤيدين للدكتور محمد مرسي، وهؤلاء الذين صوتوا في طوابير طويلة سواء في المجالس النيابية الشعب والشورى أو في المؤسسة الرئاسية أو في الاستفتاء على الدستور، هو يستشعر أن هناك زيادة هائلة في هؤلاء يرغبون في رد اعتبارهم والدفاع عن أصواتهم الذين وقفوا طوابير طويلة في عز حرارة الشمس. ومن هنا تأتي هذه الدعوة لمناهضة هؤلاء. هو ده مضمون الدعوة، والذي يفهم غير ذلك يضع على عينيه عصابة تمنعه من النظر إلى الأمور بطريقة صحيحة. الأمر الآخر، أين الإرهاب في مصر؟ إذا كان يتصور أن هذا الذي يحدث في شبه جزيرة سيناء نوع من الإرهاب، فهذا حدث الآن وحدث في عهد الدكتور مرسي وفي عهد حسني مبارك. وهي طيب يا دكتور، هذه التصريحات كنا قد وقفنا عليها البارحة وربما قبل البارحة، لكن هناك تطورات جديدة اليوم. بعد أن كانوا يهددون فقط بنصف العملية السياسية برمتها، الآن أعطوا 48 ساعة فقط للإخوان للانضمام لما يسمى خارطة الطريق، وإلا ستكون هناك استراتيجية أخرى. هو بصراحة شديدة، عايز أقول لك بصراحة شديدة، أنا أولا أنا لست إخوانيا ولست منتمعاً إلى الطرات الإسلامية، لكنني متعاطف معهم وأرى الحقيقة بعيني. هناك نية وإرادة سياسية لإقصاء كافة التيارات الإسلامية من المشهد السياسي. ولو شفت اجتماع الوزارة كل وتصريح رئيس الوزراء حازم الببلاوي يقول أن جلسة المصالحة كانت تشير إلى أن كل الموجودين في هذه الجلسة كانوا يرون أنه لا داعي لإنشاء أحزاب على أسس دينية أو على مرجعية دينية. هو ده يعني جوهر القصة. هناك توجه حاد جدا في الإقصاء، وبعض شرائح العلمانيين وبعض شرائح الليبرالية يعني يرون ويدفعون في هذا الاتجاه، وأقول يعني يرون، لأن أنا النهاردة شفت الدكتور إبراهيم العسوي وهو ناشط سياسي ورجل يساري قحة، رأيته يضع خريطة للطريق يطالب فيها بالإفراج عن جميع المعتقلين والعودة إلى خارطة طريق حقيقية وليست شكلية. إذن هذا الاتجاه الذي تقوم به بعض الشرائح ويدعمها فيها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، هي النية إلى الإقصاء الحقيقي لهذه القوى. عايز أقول لك بس حاجة، مثلا زي المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أشرف أن أكون نائبا له، أول اجتماع للوزارة كانت تريد إعادة تشكيل المجلس القومي بزعم أن تركيبته إخوانية، والمجلس الأعلى للصحافة كذلك. دول يعني كما لو أن مشاكل مصر حلت كلها ولم يبقى سوى المجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وده اللي بيؤكد التوجه على أنه
يرى ضرورة الإخفاء في كل نقطة وفي كل بؤرة يتصور له أن بها إخوانيا أو متعاطفا. يا دكتور، يا دكتور محمد دماطي، طالما أنت تتحدث الآن عن ملف حقوق الإنسان، سمحني دكتور محمد دماطي، مساعد وزير الداخلية المصري يقول حينما تتعارض المظاهرات وهذه الاعتصامات والتجمعات في القاهرة والمدن الأخرى أو المحافظات الأخرى، ففي ساعتها لا تحدثونني عن حقوق الإنسان، يعني بإمكاننا أن نقوم بأي شيء، لا تحدثوننا عن حقوق الإنسان. كيف ترد على مساعد وزير الداخلية؟ شوف حضرتك، يعني طبعا العبارة دي أخذوها من رئيس وزراء بريطانيا لما حدثت مظاهرات، وقال أن أمن بريطانيا فوق حقوق الإنسان. هذه يعني عبارة يرددونها الآن، لكن أنا عايز أقول لحضرتك أن الأمر هنا في مصر مختلف، الأمر هنا في مصر مختلف اختلافا جوهريا. الدولة العميقة في مصر في عهد مبارك عادت وبطريقة في غاية الصعوبة والخطورة. هذا الاعتقاد أن الشرطة هي السيدة، سيدة المجتمع، عادت تمارس بطريقة فجة في كافة أقسام الشرطة. الأمر الآخر يعني حقوق الإنسان الذين يتحدثون عنها، لا يتحدث أحد منهم عن المجزرة البشرية الوقحة التي تمت أمام نادي الحرس الجمهوري، ولا يتحدث أحد عن قتل 4 سيدات في المنصورة. كل ده هم يعني يعتمون عليه، وهم للأسف الشديد بعد أن أغلقوا هذه القنوات اللي كانوا يعني دايما يرددوا كلام عن الحرية وحرية التعبير، هذه القنوات التي أغلقت بطريقة فجة ودخلت الشرطة والبوليس إلى هذه القنوات وقطعت مرة واحدة بطريقة تسيء إلى جمهورية مصر العربية الحقيقة. هؤلاء المعتقلون الآن الذي أشرف بالحضور معهم الأستاذ مهدي عاكف وخيرت الشاطر وعبد المنعم عبد المقصود وحلمي حجازي وحازم أبو إسماعيل، حضرت معهم تحقيقات. الحقيقة أقل ما يقال عنها أنها عبارة عن تحريات موبوءة، تقوم على تحريات موبوءة من الشرطة المصرية لا أساس لها، ولا توجد قضية بالمرة، وهم محبوسون الآن بظلم وبفجور شديد في الخصومة. وهذا الرئيس الذي عزلوه عنوة ونادينا كثيرا أن نزوره عن طريق المجلس القومي لحقوق الإنسان، هو أيضا محتجز ويشكل احتجازه جريمة إخفاء قسرية، جريمة اختفاء تتوافر أركانها المادية والمعنوية. هذا كله في نظرهم لا شيء، بغرض أن يكون ذلك تخديما على إقصاء كافة التيارات الإسلامية والشخصيات المتعاطفة معها. إذن كيف ترى الأمور محمد الدكتور يعني محمد دماطي؟ كيف ترى الأمور؟ هناك حشود وراء حشود في الجهة الأولى في ربع العدوية والنهضة وغيرها، يقولون غدا سنحتفل بجمعة الفرقان، والجهة الأخرى هناك حشد للجماهير لما يسمى بخارطة الطريق. إذن كيف ترى أو تتوقع السيناريو غدا بإذن الله؟ يعني أنا أتوقع أن هناك عنفا سيحدث بلا خلاف. السبب فيه هو هذه الدعوة الكريهة على قلوب المصريين. أنا ناشدت في أكثر من قناة أن يعدل عن هذه الدعوة، هو متسارع جدا. يعني كانت يعني الدعوة إلى 48 ساعة للرئيس أن يتخذ إجراءات، 48 ساعة ثم بعد ذلك الآن في هذه الدعوة، بعد 3 أيام يدعو للنزول يوم الجمعة. كل هذه الأمور تدل على أن هناك تصارع حول عملية فض هذه المظاهرات بالقوة، ولو بالقوة. أنا أتصور أنه سيتم افتعال مسائل غير حقيقية
ينتج عنها فض التظاهرات الموجودة في ربع العدوية وفي ميدان نهضة مصر. يعني أنا كنت أشاهد مثلا أمس في قناة إحدى القنوات أحد الكتاب وهو الأستاذ سعد هجرس يقول أن هناك حريق ثاني للقاهرة سوف يتم، وهي عبارة الحقيقة أقلقت الجميع. من أين له، من أين لهذا الكاتب المحسوب عليهم، من أين له أساسا أن هناك حريقا للقاهرة؟ ده معلومات مخابراتية يتم بثها على أساس أنه يقوموا بأي أعمال عنف لكي تكون مبررة أمام جماهير الشعب المصري. شكرا لك، شكرا لك يا محمد دماتي. دكتور محمد دماتي نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة. أعود إليك عبد الغني مهدي، لماذا أحضرت معك هذه الجرائد؟ والله أحضرتها لكي أبين للمشاهد المغاربي وكذلك للمشاهد الكريم في كل الدول العربية حجم التلفيق الذي تقوم به وسائل الإعلام، لأن لازم نعرفوا باللي وسائل الإعلام في مصر عندها إمكانيات ضخمة، هي ترسانة إعلامية تقف الآن، تقصد المكتوبة والمخروقة والمسموعة والتلفزة، ناس عندهم جرائد وعندهم تلفزات وعندهم إذاعة، والإعلام قوي جدا. مثلا ناخذوا جريدة الأخبار، أيوة، يقولوا باللي رسائل تحذير دموية تنطلق من رابعة، هذه كي يقراها المواطن المصري في أول صفحة يقول لك باللي رابعة العدوية هذا فيها مكان فيها غير الإرهاب، وحتى المشاهدين المغاربيين يشوفوا يوميا شو يحدث في رابعة العدوية، كاين عائلات، كاين أطفال، كاين شباب، كاين شيوخ، ما كان حتى واحد شفنا هذا، وكلمات تقدم، نعم، كاين شعارات وكاين أغاني، كاين ناس يرقصوا ويغنيوا وهتافات يريدون عودة رئيسهم المنتخب. والله ما شفنا ولا يوم خروج، هو رسائل تحذير دموي. نعم، هذه مثلا في المصري اليوم. نعم، المصري اليوم كذلك يقول لك باللي أنصار المعزول سنظل في الميادين حتى يعود مرسي، أنصار الرئيس المعزول يرفعون علم القاعدة في مظاهرات ربيع العدوية أمس، وكأن الأعلام المكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله أصبحت عنوانا للإرهاب. شوف شرم يدخلون في رسالهم بيقولون باللي هذوك جماعة إرهابية ويحضروا فيهم باش عندما يتدخل الجيش ويقتلهم يقول لك هذوكم إرهابيين، رغم أن الإخوان تدخلوا غير ما مرة ودعوا المتجمهرين بحمل الألوان المصرية. الأهرام مثلا، أهرام أكبر جريدة عربية، مسيرات الإخوان تشعل الاشتباكات بالأسلحة النارية، وحنا عدنا صور المسيرات تاع النساء، هذو النسوة اللي خرجوا في المنصورة، في المنصورة وغيرها، وشهادات حية بالصورة تؤكد لنا بأن هذ الناس اللي راهم يطلقوا الرصاص يخرجوا من وراء سيارات الأمن ويتيروا على الناس هذو المعتصمين، ويقول لك باللي هذا الأهرام لا تقول فيها الأهرام اللي أخرجت إشاعات حول الرئيس مرسي 700 إشاعة في السنة الماضية، حتى في قناة إشاعتين يوميا على الرئيس مرسي، قناة إعلامية مشهورة في مصر اسمها فرعين كان المذيع يدلي بتصريحات نارية. نعم، يقول فيها أن البنات اللائي قتلنا في المنصورة كان الرصاص قد باغتهم من الوراء. نعم، بمعنى أن المتجمهرون الآخرين هم الذين أطلقوا الرصاص عليهن. نعم، حتى المصري عندما تتكلم معه مش عند ذكي كذلك ويقرأ بين الأسطر، يقول لك كش ما كان بلاد في العالم يحاكم أو يطالب بمحاكمة رئيسها لأن رئيسها أخفق في تسيير شؤون البلاد سياسيا أو اقتصاديا، حتى وإن كان ذلك لماذا تطلبون من محاكمة هذا الرئيس الذي اختاره الشعب بالصندوق؟ هذا هو الأمر الذي أردت أن أتحدث عنه عندما أتيت بهذه الجرائد. أريد كلمة أخرى، الناس المعتصمين في هذه الأماكن في هذه الساحات كاين الناس من بينهم هذه أم عيطولها ماما سلوى مثلا، ماما سلوى هذه عيطولها أم الثوار، أم الثوار شخصية تاريخية ربع العدوية ولا وين؟ أحكي لك عليها قبل. شخصية تاريخية كانت متواجدة في ثورة يناير 2011، المصريين الكل يعرفوها، ومنذ أسبوع فقط كانت في التحرير، كانت تدعو بعزل الرئيس محمد مرسي، كفاقت بالمقلب، الآن راهي في رابعة العدوية، والآن تقول باللي هنالك مقلب يحاك ضد الشرعية وضد شعب مصر. هنالك الكثير من المثقفين
كانوا يظنوا باللي دخول السيسي على 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 الخط سوف يخرج مصر من الأزمة، لكنهم رأوا باللي القضية قضية مقلب وقضية أمور خطيرة تحاك ضد مصر وضد الشعب المصري. نبقى في القاهرة مشاهدينا الكرام، أو بالأحرى نعود إلى القاهرة مشاهدينا الكرام، ولكن هذه المرة لنسمع وجهة نظر الناشط السياسي سيد عياد. بعد الترحيب بك دكتور سيد عياد، الكلمة التي كان قد أدلى بها السيسي أكد فيها على الشرفاء، هل معنى ذلك أننا نشم رائحة التقسيم للمجتمع المصري بين شرفاء وغير شرفاء أم ماذا؟ سيد عياد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل سمعت سؤالي أم أعيده؟ إن شاء الله سمعت سؤالك. أولا أحيي قناتكم المباركة الوطنية القومية التي تبنت هذه القضية المصيرية للشعب المصري العربي المسلم. الفريق السيسي في الحقيقة الفريق ليست رتبة عسكرية ولكنها صفة لهذا الجنرال الذي فرق الشعب المصري إلى شرفاء على حد وصفه، وهو يقصد شلة البلطجية وفلول الحزب الوطني وبعض الجنود المغلوبين على أمرهم الذين سيعتمد عليهم في شحن الميادين غدا. الفريق السيسي هو أول من فرق الشعب المصري الأصيل الذي كان السمة الأصيلة التي تميزه هو وحدة شعبه وتضامنهم وتعاونهم. لقد عملت أخي الكريم في اللجان الشعبية منذ وأسسناها مع مجموعة من الشرفاء المصريين منذ قيام ثورة 25 يناير حتى هذه اللحظة، وبين الشعب المصري أصله ونسيجه المتضامن المتآلف المتحاب في خدمة وطنه. هذا الجنرال هو يلعب بالنار ويريد أن ينفذ مخطط الأعداء، وإني لا أشك ولكن أعتقد اعتقادا جازما أنه يعني سبق العملاء في تأدية خدمة جليلة ليهم العملاء والعدو الصهيوني بهذا الإعلان المشؤوم والانقلاب في 3 من هذا الشهر. طيب لماذا لا نقول إن الأمر قد حسم فعلا، وإنما فقط السيسي انتبه إلى هذه الحيلة، حيلة إنزال الحشود للساحات والميادين، لكن الأمر حسم من قبل لما مر بمصر أو أدخل مصر في مرحلة انتقالية، تعديل للدستور، تنصيب لمسؤولين جدد وما إلى ذلك. لماذا لا نقول بأن الحاكم الفعلي لمصر الآن هو السيسي وليس هذه الحكومة الجديدة؟ كلامك صحيح 100%. الحاكم الأصلي هو هذا الجنرال والطعمة المنقلبة الفاشلة، وكل شعب المصري يعلم ذلك، لدرجة أن الرئيس الذي سمي أو سماه الثوار في ميادين ربع العدوية وميادين الثورة بالطرطور هو فعلا اسم على مسمى، لدرجة أنه لم يدع حتى في لجنة المصالحة التي عقدوها والتي سموها لجنة مصالحة، ولم يحضرها سوى أتباعهم، ولا أدري يعني من ستصلحه وستتكلم في موضوع صلح بين من ومن، إذا كان الحضور هم طرف الأصيل المساند للانقلاب وهم المتصالحون فيما بينهم. فعلا الحاكم الفعلي فعلا لهذا الشعب الآن هو السيسي، والمتفرد بالقرار هو الجنرال السيسي، وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة هو السيسي، وكل الشعب يعلم ذلك، لدرجة أننا يعني لا نعرف صورة ولا شكل هذا الرئيس المعين. طيب يا دكتور سيد عياد، هم يقولون بأن الحجة التي تريد بنا الإنزال للشوارع هي العنف ولا شيء غير العنف والإرهاب المنتشر في تقريبا معظم الميادين، معظم البلدات المصرية، ويرتكزون على سيناء وما يحدث في العريش أيضا، ثم بالإضافة إلى السيارة التي انفجرت قرب مركز الشرطة. إذن فالحجة لديهم هي الإرهاب والعنف. في رأيك أنت من وراء عمليات العنف المنتشرة هذه الأيام الأخيرة؟
هذا الأمر معروف تماما، من وراء العنف؟ يعني كل عصر مبارك كان مليء بمثل هذه الأمور، وكان المدبر والمنفذ هم أتباع النظام، والتاريخ يعيد نفسه والنظام يعيد نفسه بتفجيرات وهمية واتهام الآخرين بها. وهذا النظام الفاشي لا يمكن أبدا يكون حريصا على شعبه بقدر حرصه على الكرسي وعلى قيام نظامه، فهو يدبر هذه الأحداث ويدبر هذه المؤامرات، وليس عنده مانع إطلاقا أن يموت الأعداد الكبيرة ويسيل دم الأعداد الغفيرة من الشعب. وتقريبا يعني قرارات وكلام السيسي يقول هذا، يعني دعوته أول أمس بالنزول ده معناها أنه يحفز فريق أن يخرج حتى يعطيه مبررا ويعطيه توكيلا وتفويضا أن يقتل نصف الآخر، ثم ينقلب على النصف الآخر ويحكم هو بلد بلا شعب وبلا يعني مواطنين. أنا أستغرب من هذا الفكر العقيم، هذا الفكر الدموي، هذا الانقلاب على الشرعية والديمقراطية التي يعني شهدها الشعب المصري وعاش يعني وضحى من أجلها، يعني أمر غريب جدا، وإن شاء الله والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهو كذلك دكتور سيد عياد الناشط السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة. أعود لك أستاذ عبد الغني مهدي، حدثني عن هذه الأجواء، الأجواء الرمضانية هناك في ربع العدوية في النهضة، وربما قد سمعت شيئا من الأخبار عن التجمعات في المنظمة في الإسكندرية وبعض البلدات الأخرى، كيف يقضي أو يمضي هؤلاء أوقاتهم مع رمضان الإفطار وأثناء التراويح أيضا؟ نحن عندما نكون خارج مصر قرأنا وسمعنا الكثير عن تنظيمات المحكمة للمسيرات الإخوان، لكن عندما كنت في ربيع العدوية وفي النهضة رأيت مرأة العين تنظيم محكم وقدرة هذا التيار على تنظيم مسيرات فيها مئات من الآلاف بطريقة غريبة ومتحضرة جدا جدا ومتطورة جدا جدا. أعطيك مثال على ذلك، عندما يؤذن المغرب كل واحد في ربيع العدوية في النهضة يفطر، خويا عثمان كل واحد عنده طبق فيه إفطار، وجبة إفطار فيها سلطة وفيها ماكلة وفيها مشروبات وفيها فيها فاكهة وفيها كعك. هذا الناس هذو أكل عندهم مراحيض أكرمكم الله، عندهم مية باردة، كاين في الحر بعد صلاة الظهر الحرارة كثيرة جدا تتمشي واحد يجي يدير عليك الماء البارد، دونك امور جد راقيه. طيب سنعود بالتفصيل لبعض هذه المعلومات. الان مشاهدينا الكرام من ضمن الدكتور عبد الله الاشعل مساعد وزير الخارجيه الاسبق والناشط السياسي المعروف بل المترشح السابق لرئاسه الجمهوريه في مصر. بعد الترحيب بك الدكتور عبد الله الاشعل، البعض يقولون يجوز للسيسي ما لا يجوز لغيره، طالما ان هناك ليس هناك برلمان ولا حكومه منتخبه رسميه، وبالتالي يخلو له الجو في اصدار شتى القرارات بما فيها القرارات التي تتحدث عن مقاومه العنف والارهاب وما الى ذلك، ما رايك؟ والله أنا أرى أن مصر كان فيها دستور وكان فيها رئيس وكان فيها برلمان، وهذا كله جاء بإرادة الشعب المصري، ولكن في يوم 3 يوليو تم إزاحة هذا كله ببيان من القوات المسلحة، وظهر بعد ذلك وزير الدفاع الذي هو الذي يحرك الأمور. ومن ثم فإن لدينا نظريتين الآن، النظريه الاولى واضحه جدا تقول ان هذا انقلاب على الشرعيه الدستوريه، نعم، وهناك نظريه اخرى تقول ان الجيش اضطر الى فك الاشتباك السياسي الحاد بين السلطه وبين المعارضه، ولكن فك الاشتباك في نهايه المطاف له اسم، هذا الاسم هو تدخل القوات المسلحه، وتدخل القوات المسلحه في مثل هذه الظروف في نظر شارع من الشوارع المصريه يعتبر مروءة، وفي نظر شارع آخر يعتبر اعتداء على الدستور. إذا لدينا انقسام في مصر الآن، القضية لا تتعلق بالتكييف القانوني أو بالوصف النظري لهذه الحالة، هناك صراع داخل مصر، هناك صراع بين الذين يريدون الحالة الدستورية ويدخل فيهم أنصار الإخوان المسلمين والتكييف.
وهناك تيار آخر يرى أن زوال الإخوان واقتلاعهم بأي صورة من الصور بما في ذلك استخدام العنف ضدهم هو في مصلحة مصر. إذا نحن الآن في حالة من حالات الاضطراب المجتمع الشديد. النداء الذي أطلقه وزير الدفاع بالأمس أثار ضغطا شديدا في الساحة المصرية وجعل المصريين جميعا يترقبون يوم الغد بالكثير من القلق لأنه يؤدي هو كما قال بعض الكتاب أنه يدق طبول الحرب الأهلية بين المصريين. ولذلك فنحن نرجو أن الفريق السيسي ينظر إلى الموضوع نظرة متأنية ونظرة موضوعية. المجتمع المصري ليس بحاجة إلى مزيد من الصراع. المجتمع المصري كان ينتظر أن تكون هناك حكومة تقوم بدفع الشعب إلى الأمام وتنفيذ أهدافه، ولكن في هذه الحالة أعتقد أن مصر تتعرض لمخاطر بالغة الصعوبة، وأن السلطة الحاكمة نحن لا ندري الآن ما هي السلطة الحاكمة. الحقيقة أن عندما عينوا رئيس جمهورية مؤقت ورئيس وزراء ووزارة وإعلان دستوري أصدره الرئيس فوجئنا بالفريق السيسي والذي يتحدث. إذن القضية الآن هي أن هناك سلطة حاكمة فعلية في مصر تحتاج إلى دعم وإلى يعني قناة شرعية حتى يمكن أن تعطيها الحق. بعض المصريين الذين قاموا بانتفاضتهم يوم 30 يونيو يرون أنهم أعطوا هذه الشرعية للفريق السيسي، ولكن الشرعية لا تعطى في الشوارع، ولا يمكن أن يكون سياسة التحشيد بديلا عن صندوق الانتخاب. ولهذا السبب أقول أن مصر الآن في حالة اضطراب شديد، وأن المصريين بحاجة إلى من يهدئ روعهم ويجمع صفوفهم ويوحد كلمتهم على المصلحة العليا. طيب دكتور عبد الله الأشعل، أعطيك مثالا على التطورات الأخيرة في الميدان، خاصة فإن الجيش يحث الإخوان على التخلي والابتعاد عن هذه الساحات والميادين في ظرف 48 ساعة، وإلا الجيش سيتدخل بقوة. هذا الإنذار الأول. في الجهة الأخرى البيت الأبيض يصدر بيانا صحفيا يطلب من الجيش المصري ضبط النفس، كيف تفسر ذلك؟ أنا أعتقد أنه اندفاع الجيش إلى الإنذار وإلى إزاحة المتظاهرين من الشوارع وإتاحة الفرصة للمتظاهرين الآخرين بحماية الجيش سيؤدي إلى حرب أهلية شديدة، وهذا يجعل الجيش في صف أحد طرفي المعادلة في مصر. وهذا أمر شديد الخطر، وهذا يقلق المصريين كما يقلق الخارج أيضا. ولذلك فإن نداء واشنطن للجيش بأن يقوم بضبط النفس، يعني لا يقدم على تنفيذ الإنذار الذي أطلقه، لأن هذا الإنذار سيؤدي إلى تعنت الذين يقفون في الميادين ثم يتعرضون بعد ذلك للقتل بدم بارد داخل هذه الميادين. هذا أمر أنا شخصيا لا أريد لجيش مصر أن يتورط فيه مطلقا أيا كان قائد هذا الجيش. ولذلك نحن حريصون على الجيش وعلى المجتمع في وقت واحد، وهذه ليست معركتنا. معركتنا مع التخلف الذي نعانيه، ومع خلط الدين بالسياسة، ومع أن كل واحد لابد أن يعرف مكانه. هذه المعركة الحقيقية، وليست المعركة أن يصفي أحدنا الآخر حتى تبقى له الساحة مفتوحة. نعم. إذن دكتور عبد الله الأشعل، ما هو السيناريو الذي تراه مرجحا للحدوث غدا، وإن كل لم أقول أغلب أبناء الشعب الجزائري والشعب العربي بصفة عامة يضعون أيديهم على قلوبهم مما سيحدث غدا في القاهرة؟ جانب يحشد الحشود وجانب آخر يريد التدخل وفرض لغة القوة ولا شيء غير ذلك. أنا رأيي أن الجيش يبعد تماما عن الساحة وعن مشهد، وأن يرى ماذا يفعل. هو الجيش له وظيفة طبيعية، وهذا الذي يقوم به ليست وظيفته، وأن إذا لم يكن قيادة الجيش قادرة على تهدئة الأحوال والوصول إلى تسوية مع المتصارعين من الناحية السياسية فليترك ذلك لقوة أخرى تستطيع أن تتوسط وأن تحل المشكلة. إنما تدخل الجيش بهذه الطريقة سيجعله طرفا في هذه المذابح، ولن يكون ذلك مطلقا في صالح مصر ولا المصريين. دكتور عبد الله الأشعل،
شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة دكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق والناشط السياسي المعروف، شكرا جزيلا لك كنت معنا من القاهرة. هل لديك ما تكمله أستاذ عبد الغني حول الإعلام؟ نعم حبيت فقط نقول باللي الإنذار الذي أعطته المؤسسة العسكرية بإخلاء الساحات، هذا إنذار أعطته ديجا من قبل، حتى المناشير التي كانت تطلقها المروحيات والطائرات العسكرية كانت فيها إنذار شديد اللهجة تجاه المعتصمين ومؤيدي مرسي. هذا المخطط بثته سربته الأهرام منذ أيام، سمته مخطط أمني جديد، هو مخطط الحزم والحسم، كما تكلموا كذلك عن مكوث محمد مرسي في السجن لمدة 15 يوم، واستدعي رئيس تحرير الأهرام أمام النائب العام منذ يومين للإجابة عن هذه التسريبات، لأنها تسريبات خطيرة، وأظن أنها تجيب في هذه الصورة تجيب على دواعي تدخل العسكر عن إطاره، خروجه عن إطاره الدستوري. هي هذا المتحدث العسكري يقول اسمه العقيد أحمد محمد علي، يقول السيسي لا يطمح لمنصب، ومن بعد يقول ومن حقه الترشح للرئاسة إذا تقاعد. دونك سيناريو المرتقب هو دخول السيسي، خروجه من المؤسسة العسكرية ودخوله في رئاسية مسبقة ليصبح هو المعادلة الأولى في مصر. طيب كيف تعامل الجمهور المعتصمون الذين ساروا في هذه المسيرات مع هذه البيانات التي كانت ترميها الهليكوبتر؟ هذه البيانات الاستفزازية لم تزد هؤلاء الناس إلا عزما وإرادة، وكلما وزعوا تلك المناشير وأطلقوها من المروحيات إلا وكثرة إعداد الناس المتواجدين في تلك المساحات. طيب مشاهدي الكرام، تنضم لنا الآن آسيا العتروس الصحفية بجريدة الصباح من تونس بعد أن كنا في القاهرة. بعد الترحيب بك أستاذة آسيا العتروس، حدثينا عن اغتيال المعارض محمد البراهمي في عيد الجمهورية التونسية. أهلا وسهلا، شكرا على هذه الفرصة. في هذه اللحظات يعني وبعد ومع موعد يعني إفطار رمضان، تتجه أفكارنا كلها إلى عائلة الضحية الشهيد محمد البراهمي الذي لقي حتفه هذا الصباح أمام مقر بيته الكائن بمدينة أريانا بحي الغزالة بالعاصمة ب12 طلقة رصاص اخترقت جسده تحت أنظار أبنائه وعائلته. يعني هذه جريمة يعني تحدث في شهر رمضان، في شهر مقدس، في عيد الجمهورية، يعني هي محاولة اغتيال لهذه الذكرى، محاولة اغتيال لضرب كل تونسي يحلم يعني بإعلان مبادئ الجمهورية وبرفع راية تونس في مثل هذا اليوم. يعني شخصيا كنت من المتواجدين في المقر المستشفى الذي احتضن جثث الشهيد في اللحظات الأولى لنقله هناك، ويعني عشت عن كثب حالة الصدمة لمئات بل آلاف تونسيين الذين توافدوا على المستشفى في تلك اللحظات، وحالة الاحتقان والغضب، خاصة مع وصول بعض من نواب المجلس الوطني التأسيسي، وحالة الاحتقان العارم والمطالب من مواطنين عاديين، يعني مواطنين. طيب أستاذة آتي العتروس، وأنت تتكلمين عن الاحتقان المتزايد هناك في تونس، هل ترين هذا مدعاة لاستحضار السيناريو المصري إلى تونس مثلا؟ لماذا استحضار سيناريو المصري في تونس؟ تونس لها خصوصياتها، والتوانسة يعني قادرين على أن يكون لهم سيناريو من الخاص وعلى أن يتعاملون بهذا المشهد. يعني هذه ثاني جريمة تحدث في حدود 6 أشهر، يعني قبل 6 أشهر كان اغتيال الشهيد شكري بالعيد، وإلى اليوم لا تزال الحقيقة عالقة، وإلى اليوم لا يزال الغموض هو سيد المشهد، وإلى اليوم لا يزال التونسيون في انتظار وعود المسؤولين من رئاسة الحكومة الذي كان سيد رئيس الحكومة وهو الذي كان وزيرا للداخلية عندما وقع اغتيال شكري بدعيد. وقبل يومين فقط، يعني بالأمس فقط، كان وزير الداخلية يعد التونسيين بأنه سيقع، أنه وقع الكشف عن ملابسات هذه الجريمة وأن البشرى ستكون قريبة. ولنفاجأ ونحن نستعد للاحتفال بذكرى عيد الجمهورية، نستعد لمعرفة حقيقة ما حدث مع شكري بالعيد، لنفاجأ ونصدم بجريمة ثانية هي تكاد تكون تكرار في سيناريوها، في أهدافها، في حتى في نفس العملية. حسب المعلومات التي توفرت حتى الآن، يعني شخصين على دراجة نارية كما حدث مع شكري بالعيد ويلوذان بالفرار. يعني هذه هي جمهورية الأمن، هذا هي سيد رئيس الحكومة. قبل يومين كان يتحدث في حديث طويل عريض إلى 4 إذاعات وطنية عن طيب أستاذة آسيا، ما حدث قد حدث،
ولتسميه أنت جريمة أو شيء آخر ماليش، لكن لماذا المنادات بمصادرة الشرعية؟ وهذا ما يلتقي به التونسيون مع المصريين عندما نادوا بمصادرة الشرعية واختيار الشعب. لماذا تقول مصادرة الشرعية؟ يعني الشرعية عمليا وحسابيا انتهت في 23 أكتوبر، الشرعية الانتخابية انتهت، ما يحدث في تونس هو شرعية توافقية، هي شرعية توافقية بناء على مصلحة العليا للوطن وبناء على ما تقتضيه يعني هذه المرحلة الحساسة، المرحلة الانتقالية الحساسة. ولكن ما يواجهه التونسيون من خذلان، من خيبات أمل متتالية، من إنجازات لم تتحقق، يتحدثون عن تحقيق أمني، عن مشاريع لم نرى منها لا القليل ولا الكثير، وكأننا نعيش في عالمين مختلفين. هذا هو يعني التونسي يطالب اليوم بالشرعية، يطالب بالحقيقة. طيب شكرا، شكرا لك أستاذة آسيا العتروس الإعلامية الكاتبة بجريدة الصباح، كانت معنا من تونس. الشكر موصول مشاهدينا الكرام لمبعوثنا إلى القاهرة عبد الغني مهدي، وشكر موصول أيضا مشاهدينا الكرام للدكتور عبد الله الأشعل الدبلوماسي السابق ومساعد وزير الخارجية الأسبق، سيد عياد البرلماني والنشط السياسي من مصر، كذلك الدكتور محمد الدماطي نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، دمتم بخير وإلى اللقاء. الله أكبر، الله أكبر، لا